السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا باحسن الاحوال. وواحد الشيء، هذا الفيديو هذا ماشي يلا سجلته في شهر 8. كنا مسافرين وواحد القسمون كانت فيها الشتاء وداك الشيء، وخرجنا يعني هذه الخرجه هذه. وهذا يعني الفلوك الثاني ديال الفيديو الاول اللي كنت ارسلت اخر مره في القناه ديالي. المهم كما كتشوفوا هنا كاينين وليدات تبارك الله. ما نساوش تبارك الله. المهم هنايا يعني تتمه ديال الفيديو اللي غنشوفوا فيه الحيوانات الزاحفه والبرمائيه. يعني كاين بزاف الانواع، كاينه في واحد يعني في واحد حديقه الحيوانات، ولكن ماشي هذه حديقه مختصه بالحيوانات الزاحفه، يعني ما فيهاش دوك مثلا بحال الاسد ولا اللبؤه ولا لا. غير هاد الشكل هذا ديال الحيوانات. وراه مازال باقين عندي فيديوهات اخرين، يعني كل مره نحطهم لكم تنكملهم. هنا كما كتشوفوا يعني حتى الاماكن تبارك الله فين حاطينهم، يعني كما تنقولوا حنا الديور ديالهم. شوفوا الديور ديالهم زوينين، مهلين فيهم، منقينهم ليهم وكل شيء. يعني هنا كتشوفوا الفيديو الاخر كنا شفنا فيه السلاحف، يعني بجميع الانواع ديالها، لا الصغير ولا الكبير، لا البرمائيه يعني كتعيش في الماء، ولا الاخرى اللي كتكون في يعني في البر. وشفنا حتى يعني كما تنقولوا دوك السلاحف الكبار فاش كانوا داروا واحد المصارعه بيناتهم، يعني باش كيكون دائما القوي والكبير هو اللي كيبغي يحكم، هو اللي كيبغي ياكل مثلا الاكل هو الاول قبل ما ياكلوا الاخرين، كيبغي الانثى تكون ليه روايه. راكم كنتو شفتوا واحد المقطع. المهم هذه هي العيشه ديال المهم العيشه ديال الحيوانات. احنا عارفينها كيفاش دايره يعني الطبيعه، يعني دائما كيقول حتى الحيوانات كيقولوا انا القوي، انا قبل منك انت الضعيف. المهم انا نخليكم مع الفيديو. ما تنساوش خصوصا ان الدراري الصغار اللي كيحبوا هاد الحيوانات هادو، يعني خليهم يتفرجوا فيه، راه تعجبهم، تعشقوا هاد الحيوانات صراحه. واخا حنا الكبار كاينين، احنا الكبار ما واخا حنا الكبار يعني كاين شي حيوانات ما تعجبناش نشوفوها، ولكن راه هذه هي الطبيعه. المهم كتشوفوا الانواع ديال الثعابين، ديال السحالي، مشات لي سميه السحالي. المهم نخليكم مع الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التشجيع ديالكم، التشجيع ديالكم ليا انا والقناه ديالي، على الكومنتيرات اللي كتخليوهم ليا زوينين. واللي باقي ما مشتركش معايا في القناه، الى عجبات القناه مرحبا والف مرحبا. وكنشكركم بزاف واحبكم في الله. السلام عليكم، خليكم مع الفيديو. بنتي كتهضر معاكم، ما سخاتش. شو هذا؟ واحد الحنيه. شو هذا؟ الطبيعه زوينه، الطبيعه والله الطبيعه زوينه. يلا مسلمة عليكم حبايبي، مسلمة عليكم. قولي مسلمة، قولي مسلمة، قولي مسلمة. مالك مالك، قولي مسلمة. قولي مسلمة مسلمة مسلمة. أحب كتفرج ما بقاش باغا تهضر. قولي احب مالك، قولي احب كو م في الله لا الله اي احبكم تم احبكم تبتم في الله الله. سلامة سلامة سلام عليكم.
Moi, le noir. Et pourquoi tu n'as pas passé mon cœur? Il y a un enfant dans le pot. Regarde, papa, il y a un enfant dans le pot. Il a changé il n'y a pas longtemps. Ah, si, ça tourne là. Il faut pas toucher, le monsieur il a dit, il faut pas toucher. Là-bas sur là-bas la deuxième. Non, parce que ça fait peur quand même. Allez, on y va. Depuis tout à l'heure, j'ai pensé. Ah oui, ça. Ah, t'as vu l'idée? T'as vu comment il s'est pris? Ah non, il était un peu contrarié. Quand t'as approché. Je vais voir pour la. C'est pas du venin comme les serpents, c'est qu'il y a plein de bactéries dans leur bouche. Mais et les bactéries, du coup, bah, s'ils te mordent, les bactéries vont dans ton sang et ça te. Et c'est pas un guérir mais tu traduis là. Il faut y aller dans les premières heures, la première minute. Et surtout qu'il touche le sang. Surtout qu'il part dans le sang, ça veut dire qu'il est plus grave. Allez, on y va. Ah là, ah là. Ah,
كيفاش